وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية أكد رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء أحمد زكي عبدين على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والتبادل الحضاري بين الثقافتين، وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على تبادل الخبرات في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. أكيد كنا نحتاج إلى مساعدة الآخرين المتقدمين في هذا المجال. بدأنا نطرق كل الأبواب، وجاء إلينا على وجه السرعة النشطاء من جنوب شرق آسيا ومن الصين، وجاء بعض الأوروبيين، ولكنني كنت دائما أتطلع إلى ناحية الشمال في واجهة مصر، جيراننا على مر الزمان وأصدقائنا الفرنسيين. وأنا قارئ جيد للتاريخ وأعرف عمق العلاقة المصرية الفرنسية، وأعرف الدور الحضاري والثقافي والتبادل الحضاري الذي حدث بين الحضارة المصرية العظيمة والثقافة الفرنسية العظيمة.